سيدي إدريس. هذا الملتقى ديال الطرق اللي يمكن كيعرف هاد الحالة الفوضى ديال المرور، الفوضى ديال الأسبقية. حي سيدي إدريس حي شعبي، خطورة ذات الأطفال لكي يشتغل في السيارات والشاحنات. ومع الأطفال في مدينة طنجة أطفال حقيقة عدوانيين، إذا أخذت معهم غادي يشوفوك عينك. اليسار كاين السيئة ديال حي أعلان، يوم الثلاثاء 14 أغسطس 2018، السادسة مساء. كذلك هذا الملتقى ديال مجموعة الطرق على حي الشيفة وحي أهلان على اليسار. اتجاه حي بن وريغل، تقريبا حنا في حي بن وريغل، وكاين صحة الشفاء اللي كتواجد في هاد المنطقة. الدخلة ديالي على اليسار اتجاه كلينيك الشفاء. الاقتراب ديال عيد الاضحى اللي باقي له على ما اظن اسبوع، نعم. كان قبل كان الشوارع اللي كيتباعو فيها الاضاحي ديال العيد بشكل عشوائي وبشكل ماشي
جدا حي ستار اللي تبنى بشكل عشوائي كان مجموعة البنا ديك سنة 1991 مع اندلاع حرب الخليج الثانية اللي كان طنجة. أنا كان شاعر بزاف مجموعة مظاهرات مجموعة احتجاجات مساندة طبعا العراق كان شاعر أنا ذاك مدينة طنجة كانت معروفة مجموعة المظاهرات كل يوم. وهاد الحي هذا كانت هنا تقريبا كانت مساحة فارغة أرض خالية خاوية شرداء تراب وصافي غيس ما يفلح ما يدش حاجة وما عرفش الأصل ديالها واش جماعية أو أرض مسترجعة يوفي خير عندها تم الاستيلاء عليها. كل واحد حاز وقعة ديالو حركة 60 متر أو 100 في الآخر تم تسوية الوضعية ديالهم عطاوهالهم ووزعوها عليهم. هاي يا وليدي هاي إذن قريب من حي تابع حي بن ديبان حي بن ديبان حي الخير حي الخير هو جزء من حي بن ديبان اللي هو شارع بن ديبان هو حي كبير وطنجة دائما كانت معروفة مجموعة مداشر طنجة اسمح لنا في اسمح لنا طنجة بأحياء الشعبية ضيقة هي هذه ربما شوية ما فضلش ندرسو نعطيو شوية المسافة الناس يدوزو Thank you.
هنايا المحل التجارية الأزمنة ديالها مرتفعة بالنسبة للكثيرة هكذا. بالنسبة لهذا السيد اللي خدامي سيارة اسبانيا يبان كيتبقى في الكرم اسبانيا ماخدرش يدوز شكرا عندو كرباد المغرب باش يبقى يدخل يبقى فوق التروطوار يجوز له بشكل عشوائي لا بغيتي سير اشوف راه عندك 9 سير اشوف سير سير افغانستان اللي كتكون فيها السوق ما كاينش الشارع الرئيسي ديال شرم الديبان ومكان الشارع مولاي علي الشريف اللي كيبدا من شرم الديبان الى غايه غرب تونسي الجراري اللي كيبقى على اليمين اللي كيتبدا من ابتداء من السلطة هادي غادي نكون حي الجراري كبير بزاف اللي مقسم الى ثلاثة بزاف هاهم ثلاثة ديال السيئات جراري واحد وشوف ثلاثة اللي تم البناء ديالو سنة وقيلا 1973 بالنسبة لنا